في الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي، سلامة يحذر من تقويض العملية السياسية. السراج يصل الجزائر ويحذر من تغول القادة العسكريين فوق القرار السياسي. شركة الكهرباء تعلن ارتفاع معدل ساعات طرح الأحمال إلى 5 ساعات. نشرة الثالثة من ليبيا بانوراما، مرحبا بكم. حث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام الأحد جميع الأطراف السياسية على الامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية، لافتا في بيان له بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي إلى أن الليبيين تعبوا من الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وهم يطمحون إلى دولة فاعلة توفر لهم الخدمات إلى جانب التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن القصد من خطة العمل في جميع مراحلها تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة من شأنها أن تعيد الحياة المؤسساتية وتوفر للمواطن شفافية الحكم ومستويات معيشية لائقة وحياة كريمة. وفي سياق ذي صلة، قال خليفة حفتر الأحد في كلمة له حول الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية عام 2015 إن قواته لن تخضع لأي جهة مهما كانت شرعيتها. وتأتي تصريحات حفتر متناقضة لنتائج لقاء باريس الذي جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شهر يوليو الماضي، والذي أفضى إلى ضرورة أن تكون القيادة العسكرية خاضعة تحت القيادة السياسية المعترف بها دوليا. من جانبه، حذر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من تغول العسكريين فوق القرار السياسي، ما سيقود البلاد إلى نموذج الحكم العسكري الدكتاتوري، لافتا في تصريح له إلى أن هذا النموذج لن يقبله الليبيون في كل الأحوال، مؤكدا أن مجلسه يؤمن بعدم إقصاء أي شخصية عسكرية موجودة على الساحة الليبية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن النقطة الأساسية التي توصل إليها خلال لقائه خليفة حفتر هي ضرورة أن تكون القيادة العسكرية تحت القيادة السياسية وخاضعة لها. هذا وأعلن عضو مجلس النواب صالحين عبد النبي عن شروط خليفة حفتر بالقبول بإجراء انتخابات في ليبيا، وتشمل الشروط تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات ومقرها. هذا التقرير والتفاصيل. شروط حملت إشارات ضمنية إلى تجاوز خليفة حفتر خيار التصعيد العسكري والقبول بإجراء الانتخابات شريطة أن يتم نقل مقر المفوضية العليا من مقرها الحالي وتغيير إدارتها لمنع ما وصف بالتلاعب، فضلا عن إجراء الانتخابات برعاية دولية ووفق ضوابط وأسس. استجابة لنداء الشارع. الشروط التي نقلها عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي عن حفتر تضمنت تشكيكا غير معلن في نتائج انتخابات سابقة، ما يطرح تساؤلا عن حقيقة ما إذا كان هناك تلاعب فعلي في نتائج انتخابات 3 أجسام، منها مجلس النواب الذي منح خليفة حفتر منصب القائد العام شرق البلاد. لكن الشروط التي وصفها مراقبون بأنها صعبة التحقق، خاصة في الجانب المتعلق بنقل مقر المفوضية وتغيير إدارتها، تشير إلى فرضية أن تكون المفوضية في أحدى المناطق التي يسيطر عليها حفتر، وهي ذاتها الأماكن التي تعرضت فيها مراكز الاقتراع للتخريب من قبل مجموعة من المواطنين، قيل أنها تابعة لحملة التفويض التي لوح بها نشطاء شرق ليبيا كبديل عن الانتخابات. فيما تظل الشروط صعبة التحقق وفقا لمصدر مسؤول بالمفوضية العليا للانتخابات،
رفض الكشف عن اسمه وقال إن الزج بعملهم كجهة تنظم عملية الانتخاب في الصراعات هي حملة للقضاء على آخر ما تبقى من أجسام تيسر للشعب اختيار قراره. من جانبها أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد أن عدد المسجلين في منظومة سجل الانتخابات قد بلغ منذ افتتاحها في ديسمبر الجاري حتى الآن 14,018 ناخبا، منهم 9,320 رجلا و 4,688 امرأة، مضيفة في تقرير لها أن التسجيل من خارج ليبيا سوف يكون عبر منظومة خاصة ستفتتح مطلع فبراير من العام القادم، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستستمر لمدة 30 يوما، مع التنويه أن المسجلين سابقا خلال انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور وانتخاب مجلس النواب مدرجون بسجل الناخبين ويحق لهم تغيير مركز الانتخاب. وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأحد إلى الجزائر في زيارة عمل، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى ووزير الخارجية عبد القادر مساهل، ومن المقرر أن تتناول المحادثات بين الجانبين تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة في إطار مسار التسوية السياسية. عربيا، تعقد دول جوار ليبيا مصر وتونس والجزائر الأحد اجتماعا ثلاثيا بتونس لبحث خطة المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الأزمة الليبية. الخارجية التونسية قالت إن الاجتماع سيكون مناسبا لتحديد خطة التحرك على المستوى الثلاثي للمرحلة القادمة وآلياتها لدعم خطة منظمة الأمم المتحدة للحل في ليبيا ودعم الأطراف الليبية المعنية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بما يضمن استقرار ليبيا والمنطقة. ومن جانبها قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين إن بيان مجلس الأمن هو رسالة واضحة لكل الأطراف التي تحاول أن تثير الفوضى وتستغل يوم 17 من ديسمبر للقفز على مؤسسة الدولة، معربة في تصريح صحفي السبت أن رفضها لأي محاولة لفرض واقع جديد في ليبيا غير واقع الحوار الذي ارتضاه الليبيون، مطالبة جميع الأطراف بأن يلتحقوا بركب الوفاق وأن يشاركوا في الاستفتاء على دستور وإنهاء المراحل الانتقالية. قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن مجلس النواب ناقش في الجلسة الماضية تعيين نائب أول جديد لرئيس المجلس نظرا لتغيب شعيب عن حضور جلسات المجلس لمدة طويلة. الأحمر أوضح في تصريح صحفي السبت أن الجلسة القادمة المقرر عقدها الاثنين المقبل ستشهد انتخاب نائب أول جديد لرئيس المجلس. هذا وكان نائب الأول لرئيس مجلس النواب محمد شعيب قدم استقالة مكتوبة إلى رئاسة وأعضاء المجلس. شعيب أوضح في ذكره لأسباب الاستقالة أن ظروفا خاصة تجعل من الصعوبة القيام بمهامه على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه سبق وأن عبر عن رغبته في الاستقالة في أكثر من مناسبة لكنه تراجع عنها بعد أن قوبلت بالرفض ممن احترمهم وقدرهم. كما قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد السبت أن تحديات كثيرة تواجه الجلسة المقرر عقدها هذا الأسبوع، منها بند تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، لافتا في تدوينته عبر صفحة فيسبوك أن هذا البند قد لا يحصل على الأغلبية لأن هناك من يريد تضمين الاتفاق بالكامل باستثناء النقاط الخلافية، وهناك من يريد تضمين مبادرة المبعوث الأممي فقط، مضيفا في ذات الوقت أن أكثر من 90 نائب طالبوا هيئة الرئاسة بتطبيق المادة 15 من الاتفاق والتنسيق مع مجلس الدولة لاختيار المناصب السيادية، غير أن هذا الطلب لم يتم الرد عليه وقد يكون سببا لرفض مجيئهم للجلسة.
أعلن السبت بطرابلس عن تشكيل التيار الوطني بهدف جمع الليبيين وإخراج البلاد من الأزمات التي تمر بها طيلة الأعوام الماضية. وشارك في هذا اللقاء فئات وشرائح مختلفة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وأجمع المشاركون على ضرورة توحيد كلمة الليبيين لتجاوز التشظي السياسي بالبلاد. الهدف العام والأسمى اللي اليوم اجتمعوا من أجل الناس والحضور الكريم اللي أنتم شفتوه، هذا من أجل أن هم يجمعوا الليبيين ومن أجل أن هم يتوحدوا في مشروع ليبي وطني واحد، يخرج بليبيا من هذا النفق المظلم، يخرج بليبيا من هذا التشظي الذي يحدث في ليبيا. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الأحد أن القدرة الإنتاجية للشبكة وصلت إلى 5250 ميجاوات في الوقت الذي يتوقع فيه أن تكون كمية الاستهلاك 6400 ميجاوات، بعجز في توليد الطاقة يصل إلى 1150 ميجاوات. وأشارت الشركة خلال نشرتها اليومية إلى أن معدل طرح الأحمال سيتراوح بين 4 ساعات إلى 5، مهيبة بالمواطنين إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة حتى لا تضطر الشركة إلى زيادة ساعات الطرح. مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في الإضاءة والتدفئة، تتواصل أزمة الكهرباء وترتفع معدلات ساعات طرح الأحمال. رئيس دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري أرجع أسباب ذلك إلى زيادة الطلب ودخول أدوات التدفئة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب استعمال الأفران الكهربائية نظرا لنقص غاز الطهو، إضافة إلى تشغيل سخانات المياه، لافتا إلى أن كلما زاد الاستهلاك مقارنة بكمية الإنتاج أدى ذلك إلى عجز في الشبكة العامة لتوليد الكهرباء، ونافيا في ذات الوقت وجود أي أسباب أخرى عدا الاستهلاك المفرط للطاقة. هذه الأسباب أدت إلى زيادة الاستهلاك إلى حد وصل إلى 6000 ميجاوات، بعجز بلغ في القدرة الإنتاجية 800 ميجاوات، في حين وصل الإنتاج إلى 5200 ميجاوات، الأمر الذي اضطر الشركة إلى الإعلان عن زيادة طرح الأحمال حتى وصلت إلى 4 ساعات. هذه الأزمة ألقت بظلالها على مدن المنطقة الجنوبية وزادت من معاناتها، فمدينة غات دام انقطاع التيار الكهربائي فيها لأكثر من 3 أيام، غير أن تدخل فرق الصيانة التي واصلت الليل بالنهار نجحت في إعادته، إضافة إلى مناطق أخرى تعيش ذات المأساة، حيث وصل الأمر ذروته إلى 12 ساعة متواصلة بدون كهرباء وبشكل شبه يومي. ناقش مدير مركز شرطة وادي عتبة عبد الباري مختار في اجتماعه بمقر المركز الثقافي بمنطقة أجر وادي عتبة مع مدير مكتب أوقاف وادي عتبة عبد المطلب العالم، بالتعاون مع المجلس الاجتماعي وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد بالبلدية، ناقشوا سبل حث أفراد الجيش والشرطة على الالتحاق بالمعسكرات في المنطقة. المجتمعون بحثوا آلية توحيد الخطاب الديني بين الخطباء، خصوصا الخطب التي تهم المنطقة من الجوانب الأمنية، وإقامة حملة على الأماكن المشبوهة من جانب أفراد الغرفة الأمنية بالمنطقة. التقي في هذا اليوم بدعوة من المجلس الاجتماعي لبلدية وادي عتبة بشان دعم الغرفة الأمنية المشتركة اللي على مستوى حوض مرزك التي أنشأت أخيرا. هذا الاجتماع تناول أو ضم عدد من خطباء وأئمة المساجد ببلدية وادي عتبة وعدد من رجال الأمن، جزء من الغرفة الأمنية كان موجود معنا. هذا الاجتماع يهدف إلى رفع المستوى الحس الأمني في داخل حوض مرزك وبالتحديد في بلدية وادي عتبة، لأن نحن جزء من حوض مرزك.
أقيم ببلدية وادي عتبة المعرض الخامس للحياكة والمأكولات الشعبية بحضور شخصيات من المجلس البلدي وأعيان وحكماء المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات نسائية خيرية. وتأتي جهود المشاركين في المعرض في إطار المحافظة على التراث الليبي والاكتفاء الذاتي من الملبوسات والمأكولات الشعبية. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. إقامة ورشة عمل عن معايير الجودة والتسجيل الدوائي بطرابلس. الشعب الليبي كله يتطلع إليك لتحقيق أهدافه في الأمن والاستقرار والرخاء، ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب جيش ليبي واحد يعمل تحت مظلة الوفاق الوطني الذي يجمع كل الليبيين. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أقامت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ورشة عمل السبت في طرابلس تحت عنوان معايير الجودة في التسجيل الدوائي الواقع والطموح. تستهدف الجهات المعنية إلى ضبط جودة الأدوية من خلال تحديد معايير أكثر دقة من الموجودة حاليا، وذلك لضمان وصول منتج دوائي فعال وآمن للمستهلك الليبي. ورشة العمل هذه موضوعها اللي يثار اليوم معايير الجودة في التسجيل الدوائي. لا شك أن موضوع التسجيل الدوائي موضوع في غاية الأهمية، وإقامة ورش عمل تتطرق لهذا الموضوع للتسجيل الدوائي ومعرفة معايير الجودة في التسجيل الدوائي مهم جدا لتنظيم تجارة تداول أو لتنظيم تداول الأدوية في السوق الليبي. فبالتالي هذه الورش زي ما قلت لك أكيد حتفرز نتائج إيجابية وحتنظم بإذن الله عملية التسجيل الدوائي أو تعالج المشاكل اللي تواجه عملية التسجيل الدوائي في سوق الدواء في ليبيا إن شاء الله. تحتفل كلية العلوم بجامعة طرابلس السبت بالذكرى 60 لتأسيسها، حيث تقام الاحتفالية في مسرح الكلية ويتم خلالها تكريم دفعات الخريجين لعام 2016-2017. يشارك في هذه الفعالية أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات بالإضافة لرئيس الجامعة، وسيستمر هذا النشاط إلى يوم الخميس المقبل، وتتخللها عدة أنشطة وفعاليات بحسب القائمين عليها. كلية العلوم تحتفل بالعيد 60 لتأسيسها. عندنا مجموعة من الفعاليات والنشاطات، نشاطات ثقافية ونشاطات علمية. اليوم السبت هو حفل الخريجين، وإن شاء الله لمدة 4 أيام عندنا المحاضرات العلمية والأنشطة الطلابية، ونختتم يوم الخميس بيوم الوفاة ويوم تكريم المتميزون من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية.
ما زال سباق الحلبة للخيول في الزاوية في أسبوعه السادس بنظام تجميع نقاط للخيول المشاركة التي يفوق عددها 80 جوادا. التفاصيل والفتور الحطاب. عندما تختلط المنافسة بالتراث سيكون الناتج هو الأصل، والقصد بالأصل هو رؤية فرسان بلدي يجتمعون من كافة مدنها. وفي الزاوية العنقاء أكثر من 85 جوادا شاركوا في هذا المحفل. نقطة الانطلاق التي كانت بنادي الفروسية بالزاوية انطلق منها العديد من أصناف الخيول، منها العربية الأصيلة المهجنة ومنها الأصيلة ذات الإنتاج المحلي. المشاركة كانت لعدة فرسان كما ذكرنا من كل مناطق ليبيا الحبيبة، من كل المدن، طبعا أكثر من 100 مالك ل100 جواد، الركاب يتجاوزون 20 فارس حقيقة، وهم يقدمون أحسن عروض في السباقات سباق الحلبة. 6 أسابيع في كأس ليبيا لسباق الحلبة وجولات كانت متباينة في كل أسبوع في سباق يبدأ من 1000 متر إلى 2000 متر. هذا الأسبوع السادس في مدينة الزاوية اللي لم شمل جميع الليبيين، ربما تسميه بالسلام أو بجمع الليبيين، وهذا الفضل إلى أبناء مدينة الزاوية وفرسان مدينة الزاوية ولجنة الانطلاق في مدينة الزاوية في هذه الحلبة، ولجنة الانطلاق في هذه الحلبة ولجنة التحكيم وأعضاء النادي، وكل الشكر موصول لهم في هذه لما قدموه من رقي لهذه اللعبة في مدينة الزاوية. والحمد لله رب العالمين. فرسان جمعتهم أصالة التراث في أرض الوطن الواسعة من شتى أنحائه، ولم تفرقهم تلك التيارات التي جرفت قلوب الضعفاء. سباق الخيول في هذه الفترة قارب على احتلال الصدارة في الرياضة الليبية، أما في عادتها ليبيا تجسد لنا أصولها بالتنافس في تراثها. الفتور الحطاب لقناة ليبيا بانوراما الزاوية. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز عناوينها. في الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي، سلامة يحذر من تقويض العملية السياسية. السراج يصل الجزائر ويحذر من تغول القادة العسكريين فوق القرار السياسي. شركة الكهرباء تعلن ارتفاع معدل ساعات طرح الأحمال إلى 5 ساعات. تحياتي لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد بالمثل.